ايه ده؟ ما فيش حاجة بتشبهني أصلا، أنا كائن فريد من نوعه. كل الناس حلوة إلا أنت أحلى، كل الناس عادي إلا أنت سحلة، كل الناس سالفة إلا أنت سحلة. أهلا، واضح واضح إن أنا حسن أخوك، واضح كده إن أنت عايز تعملوا معايا انترفيو حلو، أنا جاهز. ايه ده؟ ما فيش حاجة بتشبهني أصلا، أنا كائن فريد من نوعه. مش عارف، كائن ممكن مثلا القرد شوية، عشان لذيذ يعني وبيتحرك، مش عشان حاجة تانية يعني. هتكبر عليا يا أختي، لسه عملنا حاجة. لا متواضع الحمد لله. مش عايز والله أي حاجة تغير خالص، يعني ما يا ريت أفضل كده وهفضل كده إن شاء الله يعني. لا بص، يعني طول عمري بقول ان موضوع الخوف ده بصراحه يعني مش المفروض يكون موجود اصلا، هو اللي بيوقفنا عن اي حاجه بنحبها واي حاجه نفسنا نعملها. فالخوف ده يعني طول عمري بقول ان هو مش كائن، مش حاجه ممسوكه، مش حاجه فيزيكال. فمفيش حاجه اسمها اصلا اسمها خوف، خوف ده احنا اللي دايما بنخلقه لنفسنا. بكار طبعا، بكار ده حبيبي اموت فيه، مكفر ايه صغير طبعا بكار. بوجي طمطم، بوجي طمطم طبعا يا بوجي طمطم، بكار وبوجي طمطم طبعا حبايب قلبي دول. انا بحب عندي صحاب كتير. طبلة، بحب العب طبلة وانا صغير طبعا. في حاجات كتيرة جدا يعني نفسي اعملها ولسه ما عملتهاش، يعني نفسي امثل مع احمد مكي مثلا، نفسي امثل مع استاذ جندي مثلا. في حاجات كتيرة جدا نفسي اعملها، يعني نفسي اعمل اغنية مع روبي، في حاجات كتيرة قوي يعني نفسي اعملها لسه ما عملتهاش. اتفرج على فيلم بحبه جدا او فيلم لسه ما اعرفوش، يعني انا ما بحبش يكون في فيلم انا ما اعرفوش، ما بحبش اكون قاعد في قعده كده وحد يقول اسم فيلم انا مش عارفه. فبحب على قد ما اقدر اتفرج على افلام كتير جدا. يوم مثلا ما نزلنا الاغنيه بتاع كل الناس دي ولقيت على تيك توك عدت ال 200 مليون فيديو اتعمل عليها. ففي ايام كتيره الحمد لله بتبقى لذيذه قوي. يوم فرحي ده كان يوم اسعد يوم في حياتي، يوم ما اتعرفت على بكار اللي هو الاسيستنت بتاعي والمساعد بتاعي، ده يوم جميل طبعا. انا قايل كده بس عشان قاعد قدامي هنا. يوم كل الناس عامه الا انت خاصه، كل الناس فايته